من أهم متطلبات الوظائف هذه الأيام يا جماعة هو أن تكون على دراية تامة وشاملة بكيفية التعامل مع الكمبيوتر لأداء المهام اليومية باحترافية كبيرة جدا، خاصة إذا كان هذا الأمر يتعلق بلوحة المفاتيح. لذلك في الفيديو ده إن شاء الله بنقدم لحضراتكم مجموعة من الاختصارات الرائعة جدا التي ستوفر عليك الوقت والجهد وتجعلك من المحترفين عند التعامل مع الكمبيوتر. وكل هذه الاختصارات إن شاء الله سوف أوضحها لحضراتكم بالتفصيل الكامل في هذا الفيديو، ولكن أولا يا جماعة خليني أقول لكم أهلا بكم في قناة انفولوجي التعليمية، أنا محمد حامد، تابعوني. طيب يا جماعة اوعدوني يا جماعة مبدئيا ان لو حضراتكم استفدتم من احدى هذه الاختصارات اوعدوني ان تشتركوا في هذه القناة الطيبة حتى نستمر في تقديم هذا المحتوى الهادف النافع لكل ربوع الوطن العربي، ونكمل على بركة الله مع الاختصار الكنز الاول. الاختصار الاول اللي معانا اليوم يا جماعة وده اختصار رائع جدا جدا جدا، والاختصار ده انا دايما استعمله يا جماعة وهو خاص بكيفية اخذ لقطة للشاشة. نفترض مثلا يا جماعة ان حضرتك بتشتغل على اي موقع وليكن اليوتيوب، اي موقع يا جماعه او اي ملف ايا كان، وورد، بي دي اف، باوربوينت، اي شيء، وحضرتك حابب تاخد لقطه شاشه من هذا الموقع او من هذا الملف، فبكل بساطه بتروح على لوحه المفاتيح وتضغط على مفتاح الويندوز مع الشيفت مع حرف الاس كده، فبتتحول الشاشه للون الرمادي ده، فبتبدا تاخد لقطه الشاشه للجزء اللي انت عايزه كده، وبكده يا جماعه حضرتك تكون اخدت لقطه شاشه في اقل من ثانيه واحده. طيب السؤال هنا فين لقطه الشاشه؟ لقطه الشاشه يا جماعه بيتم حفظها في الكليب بورد الخاصه الجهاز، وكل ما عليك ان حضرتك بقى تروح تفتح الملف اللي انت بتشتغل عليه كنترول في من لوحه المفاتيح حتى نقوم بلصق لقطه الشاشه في الملف الجديد. وده طبعا كان الاختصار الكنز الاول. والاختصار الثاني اللي معانا اليوم يا جماعه وده اختصار ايضا انا دايما استعمله عند التعامل مع الكمبيوتر، خاصه عند كتابه الملفات او الايميلات او حتى عند البحث على الانترنت، وخاص بفتح مكتبه الايموجي الموجوده في الويندوز. فبكل بساطه حضرتك افتح المكان او الملف اللي انت بتشتغل عليه وروح على لوحه المفاتيح واضغط على مفتاحي ويندوز مع البريد او ويندوز مع النقطه، فبتفتح لك مكتبه الايموجي. من هنا تقدر تختار اي شكل ايموجي حضرتك عايزه كما ترون الان، تنقر عليه كذا مره فبيتم ادراج الشكل كما ترون الان. ايضا ينطبق الكلام ايضا يا جماعه على يعني مواقع الانترنت، كتابه ايميلات، البحث عن شيء، اي شيء، نضغط على الويندوز مع النقطه من لوحه المفاتيح او حرف الزين باللغه العربيه ونختار الايموجي اللي احنا عايزينه يا جماعه، وبكده نكون ادرجنا الشكل بنقره زر واحده كما ترون الان. والاختصار الثالث اللي معانا اليوم يا جماعه وده اختصار غاية في الأهمية وحابب إن حضراتكم تركزوا فيه جدا جدا جدا. نفترض مثلا يا جماعة إن حضرتك بتسمع أي فيديو على اليوتيوب كما ترون الآن والفيديو شغال وكل شيء، أو حضرتك فاتح أي موقع يعني وفجأة دخل عليك شخص ما وحضرتك مش عايز الشخص ده يعرف أنت كنت فاتح إيه أو أنت بتشاهد إيه، فبسرعة قبل ما يقرب منك على الكمبيوتر ويشوف أنت فاتح إيه روح على لوحة المفاتيح واضغط على مفتاحي كنترول مع ويندوز مع حرف الدي، فيعطيك سطح مكتب جديد بدون أي برامج مفتوحة. طيب السؤال هنا بعد الشخص ده ما يمشي لو حابب ارجع لسطح المكتب القديم بتاعي مرة تانية واكمل شغلي او اكمل مشاهدة الفيديو ده، فبكل بساطة اضغط على مفتاحي كنترول مع ويندوز مع F4 من لوحة المفاتيح فيرجعني ليه يعني سطح المكتب القديم، وبكده اكون حافظت على خصوصياتي من يعني تطفل الاخرين. من الاختصارات الرائعة جدا ايضا يا جماعة في لوحة المفاتيح ان احيانا حضرتك بتكون فاتح اكتر من ويندو عندك على سطح المكتب كما ترون الان، ويندو للباوربوينت والوورد والاكسل والفايرفوكس والمايكروسوفت ادج، ودلوقتي حابب ان انا اروح افتح سطح المكتب بنقره زر واحده، هل استطيع عمل ذلك؟ نعم يا جماعه بكل بساطه، فليس طبعا من العمل ان احنا هنروح نعمل مينيمايز للويندوز دي اتباعا كده كما ترون الان واحده تلو الاخرى، فبكل بساطه يا جماعه بتروح على لوحه المفاتيح وتضغط على مفتاحي ويندوز مع حرف الام من لوحه المفاتيح فيعطيك سطح المكتب بنقره زر واحده كما ترون الان. الاختصار ده بقى يا جماعه هو من اكتر الاختصارات المفضلة لي أنا شخصيا، لأن الاختصار ده بيساعدني كتير جدا في الوصول للبرنامج المراد بنقرة زر واحدة أو في أقل من ثانية واحدة. طيب نفترض مثلا إن حضرتك فاتح ملف الباوربوينت وعندك ملفات كتيرة فاتحها على الكمبيوتر وحابب توصل لملف معين بسرعة، فتقدر تعمل تبديل بين هذه النوافذ بالضغط على مفتاحي Alt مع تاب، اضغط على Alt الأول وتنك ضغط على Alt واضغط على مفتاح تاب وتنك أيضا ضغط على Alt، ومن مفتاح تاب كده ابدأ نقر كده نقر
نكر نكر إلى أن تصل إلى البرنامج المراد. ولما تحدد البرنامج المراد كما ترون الآن، شيل صبعك من على الألت فبيفتح البرنامج أمامك على سطح المكتب، وبكده حضرتك تقدر تبدل بين النوافذ المفتوحة بنقرة زر واحدة كما ترون الآن. الاختصار ده بقى يا جماعة جميل جدا جدا جدا، وأنصحكم باستخدامه بكثرة، خاصة لو كنتم بتتعاملوا مع أكتر من برنامج في نفس الوقت. الاختصار ده يا جماعة بيساعدني إن أنا أعمل تقسيم للشاشة. طب يعني إيه؟ خليني أوضح لحضرتك. نفترض مثلا يا جماعة إن حضرتك بتشتغل على برنامج الوورد، وفي برامج تانية أيضا مفتوحة عندك على سطح المكتب، وحضرتك حابب تقسم الشاشة، فبتروح على لوحة المفاتيح وتضغط على مفتاحي ويندوز مع السهم اللي اتجاهه ناحية الشمال، فبيقوم بتقسيم الشاشة كما ترون الآن. من هنا بقى يا جماعة، من الجزء الأيمن ده بيعطيني بقية البرامج اللي مفتوحة عندي على الجهاز، أقوم باختيار البرنامج المطلوب أنكر عليه كده، فبيعمل لي تقسيم للشاشة. من هنا بقى يا جماعة أقدر أشتغل على الإكسل وأشتغل على الوورد في نفس الوقت بنقرة زر واحدة كما ترون الآن. ركزوا بقى يا جماعة معايا في الاختصار ده، لأن الاختصار ده في غاية الأهمية وهيحافظ على بياناتكم بنسبة 100% إن شاء الله. نفترض مثلا يا جماعة إن حضرتك بتشتغل على ملف زي ده كده، والملف ده مهم جدا، حضرتك مش حابب ان حد يعدل فيه بالخطأ او يعمل بعض الاخطاء فيه، وفي نفس الوقت حضرتك حابب انك تروح السوبر ماركت تجيب شيء او تروح الغرفة التانية، المهم ان انت هتتحرك بعيدا عن جهازك المفتوح اللي عليه الملف ده. فحضرتك بكل بساطة ممكن تقفل سطح المكتب بتاعك خالص عن طريق الاختصار ويندوز مع حرف ال من لوحة المفاتيح. اول ما بتضغط على ويندوز مع حرف ال يا جماعة بيجي لنا الشاشة اللي حضراتكم شايفينها ديت، والشاشة دي عبارة عن قفل تام لسطح المكتب، ويتطلب ادخال الباسورد مرة ثانية كما ترون الآن حتى يمكن الولوج لهذا الجهاز. وبكده حضرتك تكون حافظت على خصوصياتك وبياناتك عند الابتعاد عن جهاز الكمبيوتر. الاختصار ده يا جماعة مهم جدا جدا، لأنه أحيانا كتيرة جدا بينقذني حرفيا. طب يعني إيه؟ خليني أشرح لحضراتكم. أحيانا يا جماعة بكون بشتغل على بعض المتصفحات وفاتح في نفس المتصفح أكتر من تبويب كما ترون الآن، وبالخطأ أقوم بغلق إحدى هذه التبويبات كما ترون الآن. طيب هل أستطيع استرجاع التبويب الذي تم اغلاقه بالخطا؟ نعم يا جماعه، بكل بساطه بنروح على لوحه المفاتيح ونضغط على مفتاحي كنترول مع شيفت مع حرف التي، فيرجع لي التبويب اللي تم قفله بالخطا بنقره زر واحده كما ترون الان. وصلنا دلوقتي يا جماعه للاختصار الاخير، والاختصار الاخير ده خاص بنافذه المهام او التاسك مانجر، لان في بعض الاحيان بنكون بنشتغل على بعض البرامج والبرامج دي بتعلق او بتهنج او بترفض بعض الاوامر، ومهما ننكر على مربع الاغلاق ده فيرفض البرنامج ان يغلق. ومن هنا نقدر نفتح حاجه بنسميها نافذه المهام او التاسك مانجر عن طريق الاختصار كنترول مع شيفت مع اسكيب باتن من لوحه المفاتيح، فبيفتح لي يا جماعه النافذه دي. ابدا احدد اسم البرنامج اللي انا حابب احذفه وليكن الباوربوينت، واضغط على كلمه ان تاسك من هنا، وبكده يا جماعه نكون اتغلبنا على البرنامج اللي هو بيهنج او بيعلق. وبكده يا جماعه نكون وصلنا ايضا لنهايه الفيديو الخاص باليوم. اشكركم كل الشكر، واتمنى ان تدعموا هذه القناه الطيبه بالاشتراك فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.